انا عادة ما بحبش اطلع بحلقات زي دي، وما بحبش اتكلم عن اخطاء وعن حاجات مضرة في النادي الاهلي، ولكن جه الوقت ان احنا نتكلم ونقول ان النادي الاهلي ناقصه كتير جدا وفي حاجات كتير جدا غلط. هنجيبها واحدة واحدة وهنشوف ايه السبب اللي بيحصل في الاهلي الايام دي، وايه سبب اهدار مشروع كبير كان احسن مشروع في افريقيا الى اسوأ مشروع في مصر في الوقت الحالي. لك ان تتخيل ان طلائع الجيش بتقدم كرة دلوقتي وفريق ما بيخسرش وبيقدم كرة عنك. لك ان تتخيل ان انبي قدر يتمم مباريات قدام الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني افضل منك. لك ان تتخيل ان فرق كتير جدا في الدوري المصري بقت تلعب كرة عنك وبقت تلعب برجولة عنك، رغم انك كنت بتاخد الدوري حتى لو كواليتي اللاعبين عندك مش عالي، كنت بتاخد الدوري بسبب اصرار وروح وتشيرت النادي الاهلي. الحلقه دي فيها اثار الجدل بشكل كبير جدا، واللي مش عاجبه اداء الاهلي الفتره الاخيره يكمل الحلقه، ولكن لو عاجبك الاداء وهتطلع مبررات للعيبه ما تكملش الحلقه لانها هتضايقك جدا. انا شايف ان جزء كبير جدا من استهتار اللعيبه والاداء السيء اللي هم بيقدموه وفشل الصفقات اللي بنجيبها الفتره الاخيره هي انك بتجيب لعيبه بمبالغ كبيره جدا. ما هو لاعب زي صلاح محسن ده لما جابه ب 2 مليون دولار، يعني جايب 40 مليون جنيه، عايزه يقدم ايه اصلا؟ ايه طموحه؟ راجل كان بيلعب في نادي انبي لحد ما وصل للنادي الاهلي، عربيه وشقه وراجل فلوس ما شاء الله، مش بنبص له في رزقه، ولكن انت عملت له كل احلامه. هو عايز يعمل ايه؟ ده حاجه بتاعته هو. هو ما قدمش اي حاجه بال 40 مليون، و40 مليون معلش من 4 5 سنين، يعني كان مبلغ وقدره. يعني لعيب زي صلاح محسن كان ساعتها عنده حوالي 20 سنة، انا جايبه ب 40 مليون ليه؟ هالاند في نفس الوقت ده في لعيب بيلعب مكان صلاح محسن في أندية كتيرة في الدوري وبيكسر الدنيا وبيموت نفسه في الملعب وبيدوس على نفسه علشان يقدر يكسب فريقه. ليه؟ لاعب فريقه كده ما بيجيبوش يقول له اطلب وهجدد لك، خد واعمل. لعيب زي ده غلبان، هو عايز يأدي وعايز يعمل مسيرة كويسة وعايز يساعد فريقه، وبياخد مبلغ، بياخدوا مرتب، بياخدوا موظف في شركة حكومية عادي جدا، وبيموت نفسه في الملعب. ولكن انا اللعيب لما اجيبه قبل ما يقدم لي اي حاجة وما عملليش اي حاجة، فبياخد مبلغ كبير وعقده بيبقى كبير، حتى بعد ما يجيب له جولين ثلاثة جاي عايز يعدل عقده فبعدد له عقده. انت عايزه يعمل ايه بقى بعد كده؟ عايزه يوصل لايه؟ ايه طموحه؟ مشكلة بيراميدز وعدم انها بتاخدش بطولات الفترات الاخيرة او من ساعة ما تأسس ان هو بينفق فلوس كتير جدا، واللعيبة عندها عقود كبيرة جدا، علشان كده اللعيب مش عايز يقدم حاجة. انا هقدم ايه؟ هقدم ايه وليه اصلا؟ مشكلة بيراميدز هي نفس مشكلة باريس سان جيرمان، فريق بيدفع فلوس كتير جدا وبيجيب لعيبة جامدة جدا، ولكن مش هتقدم معاك. هتقدم ليه؟ انا هموت نفسي في الملعب ليه اصلا؟ هتعب نفسي ليه؟ احنا بقالنا 10 سنين بنجيب لعيبه للنادي الاهلي ملهاش اي 30 لازمه، من وقت جيل ابو تريكه، من بعد وليد سليمان وعبد الله السعيد، احنا ما جبناش لعيبه عليها العين، وكل اللعيبه اللي جت كانت بتاخد مبالغ كبيره جدا وما عملوش بالفلوس اللي هم جم بيها، باستثناء طبعا علي معلول واجاييه ووليد ازارو اللي انت مشيته وتدور على مهاجم لحد دلوقتي جبت عليه، اقسم بالله حوالي 8 مهاجمين محدش عارف يلعب او يعمل اللي هو عمله، رغم انك مشيته بتقول بيضيع. بيضيع ايه؟ ما كان بيجيب فرص. بيضيع ايه؟ كان هو موصلك نهائي افريقيا. بيضيع ايه وكان هداف افريقيا ليه؟ بيضيع ايه وكان هداف الدوري؟ بيضيع ايه؟ انا مش فاهم. لعيب كان صغير وعنده كل مقومات المهاجم، ومشيته وجبت 8 مهاجمين، شوف خسرت في كام لاعب من ساعه ما هو مش جبت بواليا وبادجي وحسام حسن ورجعت شريف وصلاح محسن لعبها، بيرسي تاو لعبها، حوار كده كبير، وفي الاخر ولا لا حياه لما انت نادم ومفيش حد ادالك اي حاجه، مفيش الا شريف موسم واختفى وخلاص، حلو قوي كده، عايزين منه تاني. تعالى نحسبها كده، لو كل لعيب جه الاهلي جيب كام وعمل ايه مع الاهلي؟ هنتكلم عن حسين الشحات اللي اغلى لاعب في تاريخ النادي الاهلي. فين حسين الشحات؟ عمل ايه حسين الشحات؟ كان مؤثر مع النادي الاهلي امتى؟ امتى؟ او هيبقى مؤثر امتى يا عم؟ قول لي. انا حسين الشحات من ساعه ما جبته بيلعب ال3 مواسم، ويجي في الموسم الثالث يتالق في اخر الموسم علشان يجدد، وبعد كده ينام يتحنكش، يا ينام يا ينزل الملعب يتحنكش، ما بيعملش اي حاجه غير كده بس. انت عايز مني ايه تاني؟ انت مش انا جددت خلاص، ما بتشوفوش بقى اللي في ايه في اخر السنه اللي هي اخر السنه في عقده يحاول يعمل لك اي حاجه عشان تجدد له؟ هو كده
دايره وبتدور وهي هي اللي بيحصل. انا ما شفتوش ولا في ماتش كبير حسين الشحات ما حصلش. طب تعال نشوف حسام حسن اللي احنا جبناه ب 2.5 مليون دولار وقلنا خطفناه من الزمالك وبيراميدز ومش عارف فين في ليبيا وحوار كده، وكان رايح اوروبا وريال مدريد وبتاع وما بيلعبش وكان مظلوم. هو فين حسام حسن؟ هو بيعمل ايه اصلا حسام حسن؟ هو ايه الميزه اللي في حسام حسن تلعبه في الاهلي؟ انا عايز افهم دلوقتي مين احسن نادي في افريقيا؟ النادي الاهلي. فالكواليتي بتاع اللعيبه اللي عندي لما يبقى فيه في فيوتشر لعيبه، فيوتشر اللي لسه متاسس بقاله سنه، في لعيبه الكواليتي بتاعهم اعلى من اللي عندي رغم اللي عندي واخدين بطولات وخبرات، يبقى انا في حاجه غلط. لا، يبقى في حاجه غلط فعلا، يبقى انا مش عارف احتياجاتي اصلا. واحد زي قفشه، انا عمري ما شفت لعيب في العالم عايش على جول. قفشه عايش على جول، والله العظيم زي ما بقول قفشه عايش في الاهلي على جول. هتقول لي ده اكتر واحد عامل احصائيات السنه دي مع الاهلي، جايب 8 اهداف في الدوري وخمسه خمس اسيستات وبتاع. انا ايوه عامل بهم ايه دول؟ لا، وبعدين قول لي كده المواقف اللي جاب منهم الاجوان دي، قول لي المؤشرات اللي كانت بتروح له وهو بيجيب الثمان اهداف دول والخمس اسيستات دول، عامل بهم ايه؟ قول لي بس اعمل بهم ايه؟ بامانه ربنا لما يبقى عبد الكبير الوادي اللي هو الجناح اصلا بتاع سموحه صنع اكتر منه اهداف، احمد رفعت صنع اكتر منه اهداف، فين فين قفش؟ فين صانع الالعاب اللي بيقول عليه صانع العاب الاهلي؟ اقسم بالله حتى الان ما ظهر في الاهلي بلاي ميكر من بعد عبد الله السعيد غير صالح جمعه، وكان مؤثر في حق نفسه. هنقول لينا واللي علينا، انا مش هرتجل انا، لا انا بص هقول ليه واللي عليا. فاحنا بنتكلم على اسعار لعيبه مبالغ فيها وعايزه تجدد وتشقلب في نفس الوقت بقى ده. تعال شوف بقى اللعيبه اللي كانت عندك ببلاش، اللي انت جبتها ببلاش وعقودهم كانت صغيره، شوفهم عملوا ايه. اولا كده، اولا يعني جبنا لعيب كده حوالي في 2015 تقريبا ومن انبي وطلعناه عاره وديناه الجونه، كسر الدنيا مع المنتخب الاولمبي ومع الجونه، وكان لاعب فعليا هو اللي شايل نص ملعب المنتخب الاولمبي في الاولمبياد وفي كاس افريقيا. بعد ما رجع النادي الاهلي لعب باك يمين مع الاهلي وبقى احسن باك يمين في دوري ابطال افريقيا. مين هو اللاعب ده؟ كده عرفته، اكرم توفيق اللي جاي ببلاش. انت لعيب جايبه ببلاش، شوف بقى عمل لك ايه في الملعب وقدم لك ايه وموت نفسه ازاي في الملعب. ليه ما قلتش ان اللاعب ده هو وهو؟ لا، هو نزل لعب برجوله ولعب بروح النادي الاهلي، علشان كده هو احسن باك يمين جه الاهلي من بعد احمد فتحي على بلاط. مين تاني بقى اللي جه ببلاش؟ احمد عبد القادر. جبته بكام عبد القادر؟ عبد القادر كان عندك في قطاع الناشئين وطلعته ورجعته، والراجل بيقدم كوره لولا امبارح اللي كان بيلعب بس ايه في الجنب اليمين ده، ما بيلعبش في مركزه، كان قدر يقدم وقدر يعمل حاجه ولكنه كان بيحاول يعني، فاهم؟ فانت برضو عبد القادر انت جبته من غير فلوس وقدم لك وبيحاول حتى الان. مين تاني؟ محمد عبد المنعم ببلاش يا باشا، كان عندي في قطاع الناشئين، طلعته اعارات في اعارات في اعارات، فهو ابن النادي الاهلي، ارجع النادي حبيب قلبي، يموت نفسه في الملعب، يحاول حتى لو مستواه وحش، هو بيموت نفسه في الملعب فعليا. فانت اللعيب اللي انت بتجيبه بمبلغ صغير وبيكون ابن النادي، او سيبك من ابن النادي، لاعب صغير جايبه قدامه مستقبل بطلعه اعاره في اعاره في اعاره، لما بيرجع النادي الاهلي بيعرف قيمه النادي الاهلي، بيبقى عقده صغير، بيبقى عايز يكبر في النادي الاهلي، بيكسر الدنيا. لكن انا لو عندي لعيب جايبه بمبلغ وقدره 2 مليون و4 مليون و5 مليون، هيجي يعمل لي ايه؟ هو اصلا يعني احنا عندنا الشعب المصري لما بيكون معاه 200 جنيه بيقعد لحد مصروفهم وينزل يشتغل. فانت لعيب زي ده معاه مثلا، هو مثلا جاي بكام؟ جاي ب 40 مليون، بياخد ربع المبلغ يا عم، معاه 7 مليون جنيه، هيشتغل ليه؟ هو هيشتغل ليه يا عم؟ ايه اللي هينزله الشغل؟ ما ينتخ في البيت ويريح عادي، ممكن يروح عادي يلعب في الاول تدريبات ما اعرفش، وينزل في الملعب ما انتخ مريح. انا اتعب نفسي ليه يا عم؟ الراجل صاحب ملايين، فاهم؟ كان بقى صفقه افريقيه جت، ما تعدش يا باشا، ما تعدش الصفقات الافريقيه كتير بقى، كتير كتير كتير. ياه، منين بقى عمك بكماني؟ عمك لا، جاي ده ناجح، اجاي ناجح بصراحه، جاي بمبلغ ما جاش، فاهم؟ والراجل كسر الدنيا، جبته بواليا وبادجي مكسيوني وبيرستاو، مع ان بيرستاو ده انا حتى الان عارف ان الواد ده كواليتي عالي جدا، لكن لا احنا ازاي؟ مع ان بيرستاو اصلا هو النجم بتاعك اصلا في الموسم كده كارقام، زي ما بتحسبها ارقام مع قفشه، فهتلاقي بيرستاو ده هو النجم بتاعك، سواء صناعه فرص وخلق فرص لزمايله
تهديفيا هو جايب اهداف برضه في الدوري ده. انت بس استهدف اول الدوري اصلا جاب 6 اهداف، انا مش عارف ازاي اصلا ما بقاش هداف. ده انت جايب 6 اهداف في اول 4 ماتشات تقريبا تقريبا على ما افتكر، او 5 اهداف في اول 4 ماتشات. فلاعب ما قدم حاجه، لكن لا احنا عايزين لعيب اجنبي يجي. مع ان معلش يعني في الكلمه، بيرستاو جاي بنص مبلغ حسين الشحات، تخيل بيرستاو جاي بنص مبلغ حسين الشحات، وجايبين حسين الشحات من الامارات وجايبين بيرستاو من الدوري الانجليزي، اللي هو انت عايز اصلا تخبط دماغك في الحيط على سعر حسين الشحات ده. انا كنت فكيت حسين الشحات ده ب5 لعيبه، والله العظيم كانت فك ب5 لعيبه في وقتها. لكن ليه لا انا لازم ادفع عشان ايه؟ ده لعيب النادي الاهلي لازم ياخد يا باشا، خد. مش بيراميدز بتديك، لا انا هديك بقى اكتر منه. لا يابا، اللي هيجي اللي هيجي النادي الاهلي علشان فلوس ما يجيش. ده النادي الاهلي اللي هيجي النادي الاهلي علشان فلوس ما يجيش، احسن احسن وافضل ليه وافضل لينا. لاننا والله العظيم ما بنستحمل، واحنا فعلا مش مستاهله معانا اللي انتوا بتعملوه ده كله. احنا من ساعة ما خسرنا افريقيا وطلعنا من مع منتخب من افريقيا ومتصفيات كاس عالم، احنا تعبنا. ومش النادي الاهلي اللي يخسر 2 دوري ورا بعض، اللي مش هيلعب راجل يغور في داهية ومش عايزينه، مش مستاهلة والله ما عايزينه. يغور في داهية، شوف هو رايح فين يلعب في اي حتة. وياما الجيل اللي قبل ده كله كله اتفنش، مفيش حد فيهم معروف، مفيش حد فيهم بيلعب في نادي متألق، سواء بقى الشيخ، سواء حمودي، عمرو بركات، ميدو جابر، الناس دي كلها ما قدمتش حاجه، ما فيش حاجه. مشوا من الاهلي خلاص، ماتوا، بطلوا كوره. حتى اللي في بيراميدز مبطلين كوره، عشان ما نفكرش اللي بيراميدز قايم على لعيبه الاهلي. لا هو مش قايم على لعيبه الاهلي. فين لعيبه الاهلي اللي في بيراميدز؟ عبد الله السعيد احسن واحد فيهم عنده 37 سنه، رمضان صبحي اللي بيلعب ماتش واحد حلو في الموسم كله، احمد فتحي ما بيلعبش، مين تاني؟ فين مين بيراميدز اهلاوي دلوقتي؟ مفيش. فاحنا ما نجيش ننسب بيراميدز ليه؟ لا، لعيبه الاهلي اللي ماشي برضه من الاهلي كانوا نصهم خلاص هيبطلوا كوره. فاحنا خلينا عقليتنا كده كبيره، واللعيبه اللي عندنا دلوقتي كواليتي مش وحش، كويس جدا لعيب. انا عايز افهم دلوقتي اللعيب ده واخد 2 افريقيا ورا بعض، فانت احسن لعيب في افريقيا، ليه تنزل مستواك للدرجات دي؟ ليه تخلي الاعلام وكل من هب ودب وواحد ما دربش اصلا في حياته يطلع يهينك في التلفزيون؟ ليه بخلي البرامج كلها تهاجمك؟ انت عندك ميزه لما بتعمل باص او اسيست كويس، التوك شو كله بيتكلم عنك، وفي نفس الوقت بتعمل اسيستات عالميه من فرق في الدوري المصري متوسط جدول ولاعيبه بتقدم مستويات عالميه، محدش بيتكلم عليك. ليه؟ علشان انت عليك العين، انت بتلعب في الاهلي، فاهم يعني ايه انت بتلعب في الاهلي. خلاصة الموضوع ده كله الانفاق الفترة الاخيرة، وانك بتدفع مبالغ كبيرة جدا في الصفقات وبتجيب لعيبة بمبالغ كبيرة، هي جزء كبير جدا من فشل منظومة النادي الاهلي في الفترة الحالية، وفشل الفريق انه يقدر يفوز بالدوري لتاني مرة على التوالي، ودي ما حصلتش قبل كده وانا ما شفتهاش قبل كده بصراحة ربنا. علشان بس ايه؟ على بلاطة كده. انا عارف ان الدين في مصر الاسلام والدوري الاهلي دي طول عمرها معروف، فاحنا هندعم وهنفضل على الفريق الفترة اللي جاية وربنا يوفق الجميع. ولكن في لعيبة كتير جدا ما تستاهلش تلبس فانلة النادي الاهلي الموسم اللي جاي، ولازم لازم لازم يبقى في تقييم للعيبه دي من اول ما جم النادي الاهلي. لازم لعيب النادي الاهلي يبقى معدي بارقامه واحصائياته وفارق في جودته في الملعب عن اي لاعب في الدوري المصري، وده اللي انا اعرفه. مش هجيب لاعب لسه اعلمه كوره. احنا هنشوف الفتره اللي جايه ايه اللي هيحصل، وان شاء الله ربنا يوفق النادي الاهلي. والماتشات اللي جايه صعبه جدا واصعب من اللي فاتت. الزمالك عنده بطوشه كبيره جدا ومنافسه كتيره جدا مع فيوتشر وبيراميدز وفاركو، عنده بطوشه كبيره جدا، ولكن للاسف يعني ما بتنافسش الزمالك، انت بتنافس نفسك. فانت لو عايز تغلب نفسك وتحقق الارقام اللي انت عملتها قبل كده او تعديها، لازم تكسب ولازم تعرف قيمه التيشيرت اللي انت لابسه ده، علشان لو معرفتش قيمه التيشيرت دي يا ريت تقلعها وتروح اي نادي تاني، والنادي الاهلي وجمهوره مش هيزعلوا. اخيرا ده كان رايي في منظومه استقدام الصفقات للنادي الاهلي ومنظومه لاعبين النادي الاهلي في الفترات الاخيره، وسبب هبوط المستوى وسبب الخساره وسبب الخسائر الكتيره جدا الفتره الاخيره. اخيرا اوعى تنسى تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وكان معكم اخوكم طوفان اهلاوي. سلام. قبل ما تقفل الفيديو، بس لو بتفهم كوره اوعى اوعى
تقول المشكلة بتاعت امبارح دي مشكلة مدرب، ده لو انت اهلاوي بتفهم كورة يعني. سلام.